مشاهدي قناة بيستارز، أسعد الله وقتكم أينما كنتم. منيب بن فغول وأميرة ريا، وبينما هما يستمتعان بتكسير صحون في إحدى المطاعم بدبي، حدث ما لم يتوقع في الحسبان. حريق ضخم كان ناجم عن انفجار إحدى الحاويات على متن سفينة بميناء جبل في دبي. وبعد دقائق فقط كانت كافية لإطفاء حريق سفينة الحاويات في ميناء جبل علي. وقد تواجد في هذا الحادث جميع مسؤولي دبي وإعلامها وأبطالها. وعلى حسب ما أعلن المكتب الإعلامي لحكومة دبي فإنه لا يوجد إصابات. ومن قناة بيستارز نقول لكم أن مولي بن فغول، محمد رغيس، فرح ياسمين، رشا مقران وآخرون كلهم بخير. ومني لكم أحلى سلام لأحلى متابعين في العالم. اشتركوا في القناة، فعلوا الجرس وانتظروا كل جديد على قناتكم بيستارز.